من محافظة إربد شمال الأردن، حيث المدرسة الأسقفية العربية تعد وتعلم ذوي الإعاقة البصرية والمكفوفين لأجل تعليم دامج. التفاصيل في التقرير التالي. تقرير اليوم هو تقرير مميز لأنه أبطال مميزين بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أبطالنا هم ديما وأحمد، هم طلاب من صفوف مختلفة وبيمثلوا زملائهم سواء كانوا كبار وصغار بمدرسة الأسقفية العربية بمحافظة إربد. هالمدرسة اللي فعلاً من سنة تأسيسها من عام 2003 لغاية اليوم، وهي بتدعم وبتهتم وبتساند كل طالب من ذوي الإعاقة البصرية. تقريري مختلف شوي مثل ما حكيت لكم، أنا ما رح أحكي فيه أي كلمة بصوتي، رح أخلي الطلاب هم اللي يحكوا ويوصلوا رسالتهم لكل العالم. متابعة شيقة بتمنى لكم إياها، فخليكم معنا. أنا هون كنت بالمدرسة 4 سنين من صف السادس. كنت بحياتي كلها دخلت على 3 مدارس، 2 مش دامجات للمكفوفين، واحدة اللي هي الأسقفية دامجة. الحين أنا عندي خبرات كثير، بس الخبرات في فرق كثير بيناتهم، راح أقارن بيناتهم. الحين المدرسة الأسقفية العربية كثير دامجة ومتعاونة مع المكفوفين، ولها طرق عدة تساعدهم، من طرق البريل لتعليمهم من الروضة بالخلية، لنوصل نعمل بالكمبيوترز واللوح والقلم ونروح وين مكان معانا، وبعدين كمان على البركينز وطابعات وهيك نقدر نتعلم معاهم. تعلمنا بكتير أجهزة وبتوفر لنا إياهن بسهولة. وبس بالمدارس الثانيين أنا كنت هناك استماعية، فلما أنا يقولوا لي أقرأ أو أعمل أي أشياء ثانية ما رح أقدر أنا أشوفه. هم ما كانوا يعرفوا كيف بدهم يتعاملوا مع المكفوفين، كيف بدهم يشتغلوا، وكيف إنه ما رح أقدر أشوف الخط الصغير عشان أنتوا تقولوا لي إنه تعالي اقرأي أو اكتبي أو شاركي باللوح، فما قدروا يعاملوني. فأنا بس كنت زينة بزاوية الصف، وكان كثير صعب علي أنا أتعامل ويكون عندي أصدقاء ثانية. عادة طالب ذوي الإعاقة في مراكز للتنمية تابعة وهي بتعنى فيهم. هدول المراكز اللي تابعة لوزارة التنمية بتعمل شراكة مع مدارس قريبة منها، إنه يا ريت عندنا طالب عنده ذوي إعاقة تاخدولنا إياه عندكم بالمكان لحتى بس هيك تدمجوه مع الطلاب، لكن لا يقدم له أي خدمة. فهذا بنسميه دمج مكاني. دمج اجتماعي، نفس هاي المراكز التربوية، ممكن مراكز التربية الخاصة ممكن إنها هي تروح عليهم تقول لهم لهالمدارس القريبة منها عندكم عيد ميلاد، عندكم نشاط، عندكم احتفال بعيد الاستقلال، خلينا ندمج طلابنا معكم اجتماعيا بهاي البرامج. كمان هذا حلو وجميل وبنعطيه دور، لكن احنا مش هذا اللي بدنا اياه. احنا بدنا التعليم الدامج الشامل الكلي الذي تطبقه المدرسة الأسقفية العربية. الطالب الكفيف من ما يدخل المدرسة من الحصة الأولى للجدول الدراسي كامل، هو مع أصدقائه بالصف بحصص الرياضيات، العربي، العلوم، برنامج دراسي كامل، مواد الفن، الرياضة، الموسيقى، كل الأنشطة، البرامج، أنشطة الصفية واللا صفية، المنهجية سواء بالمدرسة أو لا منهجية، خارج المجتمع بيطلعوا بيشاركوا بمسابقات، بيطلعوا بيشاركوا بألعاب وموسيقى وكورال، وبيوقفوا قدام الناس وبيحكوا بكل طلاقة وبكل استقلالية. فإحنا التعليم اللي يميز الأسقفية هو شامل وليس جزئي بمواد معينة أو بأيام معينة أو لمواد دراسية معينة، لا، هو كامل، برنامج دراسي كامل، ويبدأ من رياض الأطفال، وحتى منبلش كمان بالإيرلي إنتجريشن عمر 2 و8 شهور حتى الصف 12. بالمدرسة الأسقفية العربية بالمدرسة أبداً ما بواجه مشكلات، الحمد لله ما عندي أي مشكلة أو أشياء صعبة أم بمر فيها ولا بالبيت. بس بدي أحكي عن المعلمات، الحمد لله كويسات كثير معي وأنا كثير برتاح، الحمد لله مرتاح
وهم الحمد لله كثير بيحبوني وكويسين معي وابدا ما بيعصبوا علي. زملائي تعاملوا معي بحب واحترام، يعني بيعاملوني تمام بالتمام، يعني ابدا ما بيعاملوني بعنف او انه بغلطوا علي او هيك، يعني بيعاملوني كأنه واحد منهم فيهم. تحدي كبير كان يواجهنا هو فعلا ثقافة العيب اللي أنا هلأ حكيت عنها، لأنه مش كل الناس بتعرف إنه ذوي الإعاقة البصرية أو ذوي إعاقة إذا عنده سمعية أو حركية هو عقليا منتلي ما عنده أي مشاكل. إحنا للأسف ما زلنا في المجتمع ننظر إلى الإعاقة على أنها إعاقة عقلية، وكيف أنا ابني بده يكون معه بالصف طالب ذوي إعاقة بصرية، لأنه مش قادر يميز إنه هي إعاقة جسدية وليست عقلية وممكن يأثر عليه. هذا يعني أنا بنعذره لأنه ما توعينا بالمجتمع بالضبط لعملية الإعاقة وأنواعها وأسبابها، لكن إحنا نشكر الله درنا من خلال محاضرات التوعوية ما هو التعليم الدامج، من المستفيد من التعليم الدامج، مزايا التعليم الدامج، كيف نحقق التعليم الدامج، أن نجيب على هذه الأسئلة من خلال لقاءاتنا المتعددة اللي كنا إحنا نمشي فيها مع الأهل. أيضا تحديات كبيرة أنه في خوف وعاطفة شديدة عند الأمهات اللي عندها طفل ذوي إعاقة، فكانت مشكلتنا كيف إنها هذه الأم تتعامل مع ابنها داخل البيت، كيف نهيئه ليدخل على المدرسة وهو جاهز لحتى يكون هو يندمج مع طلاب زملائه بالصف. فكنا نبلش مع الطلاب بعمر 2 و8 شهور، وما زلنا نبدأ مع الطلاب بعمر 2 و8 شهور حتى نأسسه بأهم المهارات الأساسية اللي هو بحاجتها قبل ما يدخل المدرسة. أنا شاركت بمسابقات عدة، مثلا قصص، كتابة قصص بالعربي وكتابة قصص بالإنجليزي، لكن أنا فزت المركز الأول على المحافظة بمعدل 100% بكتابة قصة قصيرة بالإنجليزي عنوانها كان My Mother، وفزت الحمد لله رب العالمين، وما كان في صعوبات لما كنا ننتقل وهيك أشياء. دائما الكنيسة تبحث عن خدمة اجتماعية تقدمها للمجتمع. دورنا كدور عبادة ليس فقط مقتصر على الصلوات والخدمات الأحادية أو البزارات أو الأنشطة الدينية المختلفة ومدارس الأحد، أيضا يجب أن يكون لنا خدمة اجتماعية نترك منها أثر في المجتمع. بحثنا عن الاحتياج وما هو الاحتياج في مجتمع إربد لخدمة ذوي الإعاقة. وجدنا أن الطالب اللي عنده إعاقة حركية في هناك مراكز عديدة تعنى بتعليمه، أيضا الطالب اللي عنده إعاقة سمعية مراكز عديدة تعنى بتعليمه، ولكن الطالب الكفيف حتى يتعلم لا يوجد أمامه أي خيار سوى أن ينتظر حتى يصبح عمره 6 سنوات ويدخل مدارس حكومية ويبقى فقط مستمع، أو أهله بدهم يودوه على عمان للمدرسة الوحيدة في المملكة الأردنية الهاشمية لتعليم المكفوفين، وهي مدرسة فقط للمكفوفين. فهون قلنا هذا هو الاحتياج، وهذا اللي لازم ككنيسة أسقفية يكون لنا أثر في مجتمع إربد وفي محافظة إربد. بلشنا ب 13 طالب، إحنا هلأ 275 طالب. كنا 3 طلاب مكفوفين، إحنا هلأ عندنا 28 طالب كفيف. كنا طالب واحد ضعيف بصر، هلأ إحنا عنا 2 ضعفاء بصر. كان عنا معلمة كفيفة، هلأ عنا 8 معلمات كفيفات. والإنجاز الرائع واللي إحنا بنفتخر فيه إنه من هدول المعلمات الكفيفات هم صبايا طالبات دخلوا على المدرسة كانوا عمرهم 3 سنوات وتعلموا بالمدرسة وكملوا تعليمهم الجامعي ورجعوا لعنا كأنهم معلمات زملاء لإلنا في العمل. فإحنا هذا إنجاز كبير نفتخر فيه بالأسقفية مع طلابنا، وكلنا فخر باللي بنقدمه مع الطلاب في الأسقفية العربية. الطموح ما بيختصر على الإنسان المعافى، الطموح هو حق لكل إنسان إنه يحلم ويتمنى ويخطط شو بده يصير لما يكبر، وهذا بعزم وإرادة أكيد. لكن مثل عزم والثقة اللي بيحكوا فيها ديما وأحمد عيني ما شافت. طموحي بالحياة كثير أشياء، أهداف لإلي بدي أسويها،
منها بدي أصير author لأني بحب أكتب، وكمان خيالي كثير واسع. هذا مش كلامي، هذا كلام ناس غيري. ومع وظيفة جنبها، وكمان بحط impressions على السوسايتي اللي احنا فياته، لأنه في كثير أشياء خاطئة واعتقادات ما بتناسب نوعية من الناس منهم أنا، فبحاول إنه أغير وأعمل رسالة وأنشر كمان رسالة الأصفو فيها لما أكبر. أنا طموحاتي بالحياة كثار، بس في حاط شغلات ببالي، ومنها الشريعة أنا ثبتها خلط، وإني أكون قاضي. والمجتمع المحيط كمان عليه مسؤولية تجاه ذوي الإعاقة، ولهيك حبوا يوجهوا رسالة لمجتمعهم. أبدي أقول شكراً لتعاونكم وشكراً لتفاهمكم معنا، واستمروا بنشر الرسالة للمجتمع، لأنه هذا إشي كثير بيساعد كثير ناس زيي. الحين بدي كمان أرسل رسالة للمجتمع. الحين كان مكفوف، أنا عندي حواس ومواصلات أساعد حالي، فقبل ما تساعدني أو تعرف أنه أنا بدي مساعدة اسأل. كمدرسة أسقفية نحلم بأنه طالبنا مخرجاتنا التعليمية اللي إحنا منطلعها للمجتمع إنها ما تلاقي عثرات أمامها. نفتح لهم أبوابنا، نستقبلهم بكل محبة. المادة 31 في الدستور الأردني لما كفل حق التعليم للأردنيين بشكل عام، فزن التعليم إلنا كلياتنا. فإحنا منعد طالب للمجتمع، طالب يتمتع بمهارات القرن 21، يتمتع بالإبداع والابتكار والتفكير الناقد. ما نستهين بقدراتهم، ما نستهين بطاقاتهم، بل ندعمهم ونكون إلنا إحنا إلهم يد داعمة، ونثق باللي عم بيقدموا لنا إياه. اسمحوا لي بالجزء الأخير أحكي كلمة من زيارتي للمدرسة. هلا مزبوط إنه عدد طلاب المدرسة قليل مقارنة بمدارس ثانية، ومزبوط إنه كمان مساحة المدرسة صغيرة، لكن بهذا الصرح الأكاديمي المميز وبين حيطانه في دفى وعفى ومحبة، وفي شغل ليل مع نهار لتكون بأحسن صورة. وهاي رسالة المدرسة من عام 2003 لحد الآن. مثل ما حكت ست صباح بمقابلتها ببداية تأسيس المدرسة، كانوا عبارة عن 13 طالب، واليوم وصلوا ل 275. كانوا 3 طلاب مكفوفين، واليوم 28 طالب من مختلف الأعمار والصفوف، ومن طالب واحد ضعيف البصر لطالبين من ضعفاء البصر. وكمان الطلاب المكفوفين اللي كانوا بيوم من الأيام على مقاعد هاي المدرسة، اليوم صاروا معلمين ومعلمات، وعددهم 8 معلمين. وفي شغلة كمان حلوة بالتدريس، إنهم بيستخدموا التكنولوجيا الحديثة مثل الشاشة الذكية بكل الصفوف، وللمكفوفين في الكمبيوتر الناطق والكمبيوتر الخاص للكفيف. مدرسة الأسقفية العربية هي المدرسة الوحيدة بإقليم الشمال كامل اللي فيها مكفوفين، وهي المدرسة الوحيدة كمان القادرة على عملية الدمج التعليمي، سواء بالمعارض اللي بيعملوها الطلاب أو النشاطات الصفية للكفيف وغيرها. ومتأكدة إنه الصورة والرسالة وصلتكم ومن مصدرها الصح. بتمنى نكون مع أولادنا اللي بيعانوا من أي إعاقة بجسدهم، ونكون سند لإلهم. كل الاحترام والتقدير لإدارة المدرسة اللي بتتمثل بالست صباح زريقات، وأكيد القسيس سمير سعيد على التعاون، وأكيد لأهالي الطلاب اللي أعطونا موافقتهم إنه نصور أبنائهم، وأكيد أكيد ما بدي أنسى معلمين ومعلمات هالطلاب المبدعين. من إربد لقناة نورسات، نيفين حداد.